طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انتوا شايفين بقى بشكل تاني اغرب. انا بقطع بطاطس بصل وخيار، وده بيتقطع صغيرا جدا جدا اقل من السلطه، وبجمعه مع طبعا على حسب الحجم اللي انا بعمله. انا حاطط في جنب هنا 3-4 تربيفه، بس تربيفه تلاقيش مخمصه عشان ما تلبنش، ومع الخيار المقطع حاطط 4-5 ترغيفة علشان خاطر مع الخضار هنا المقطع ده، علشان خاطر انا عايز اعمل الفة للطيور. تابعوني عشان اوريكم يعني ايه الفة الطيور، يعني ايه الفة الخضار، لان الطيور لازم علشان صحتها تكون كويسة جدا، وعلشان تقدر تأكل اولادها بشكل كامل لازم تنوع لها من انواع خضار. طبعا مش كلها بتبقى كده، ومش على طول بتبقى كده، يعني في اوقات بيبقى فيه كابوتشي، في اوقات بيبقى فيه خس، بعد اوقات بيبقى فيه بطيخ، فاكهة، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. البادجي محتاجها، او العصفور عامة، البغبغان الصغير محتاجها، والعصافير برضه محتاجاها علشان خاطر تكمل القيم الغذائية اللي محتاجاها، او الفيتامينات اللي بتقدر ان هي تساعدها على تربية ولادها بشكل صحيح وبشكل صحي وقوي. تابعوني طبعا علشان اوريكم ازاي انا بقدر اعمل الكلام ده، ازاي انا بقدر بعد ما اقطعه بالفعل ايه الخطوة اللي بعد كده. طبعا زي ما انتم شايفين انا بجيب الجردة وببدأ ان انا اهو، وببدأ ان انا اهو ببدأ ان انا انزل الخضار اللي اتقطع دي كده مرحلة اولى، ومعلش اللي انا هبله، هتقولي هتبله مع الخضار، هقولك اه طبعا ده لازم مع الخضار يتبل العيش. اولا الخضار ده بيشرب مية فبينفش وبيبقى طري على بقهم. ثانيا صغير ما بياخدش مساحه في اكله، يقدر ياكل زغاريهم بسرعه جدا. تابعوني ونوريكم بعد كده انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه احنا بنقطع الخضار، بس طبعا بنقطع الخضار بحاجات صغننه جدا جدا احجامها عشان يقدروا ياكلوها. هتقولي طب ايه طيب ايه البصل؟ اقول لك ده مش بصل بس، لا ده البصل الثوم بيتحط في الميه، الخضار النهارده حاطط خيار مع البصل. طيب المره الجايه ممكن احط اول خيارات ثانيه تكون عصاراتها عاليه زي الكابوتشي، زي الخاص، زي القطع، الحاجات دي كلها جميله وصحيه جدا جدا، بتخلي صحتهم احسن وبتخلي الغذاء المطلوب ليهم متكامل، يعني يتغذوا كويس. طبعا الكلام ده للمبتدئين وللهواه وللمحترفين على فكره، لان اللي انا فيه ده دي كده اسمها مراحل احتراف. انا مش سنه ولا اتنين ولا ثلاثه بربي عصافير، انا بقى سنين، ففي عشره بيني وبينهم، لدرجه ان انا زي ما انتم شايفين كده بحاول انوع لهم وافتكر اخر خلطه خضار ايه عشان احط غيرها وهكذا. طبعا احنا سامعين دلوقتي هم شامين ريحه الخضار هيجننوا، عارفين ان انا اعمل لهم علفه طبعا، لان انا بقالي كتير قوي 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 ما عملتهاش. يعني تقدر تقول كل اسبوعين ثلاثه بعملها مره، انا كنت الاول بعملها يوم وليل، فطبعا ده سبب ما هم متعودين قوي عليها وبيحبوها طبعا. وعلى فكره هي جميله جدا جدا بالنسبه للزغاليل، على لو انت بتفرخ وبتفرخ يعني زغاليل بتطلع عندك، علشان ده سهل الاكل وسهل ان هم ياكلوا ولادهم، لان دي حاجه مهمه خلي بالك، وان هم ياكلوا ولادهم دي وجبات سريعه وايه
وفي نفس الوقت تكون طريه وموزيه طبعا ليدي، فدي هتبقى حاجه كويسه قوي قوي قوي. طبعا انا عماله اقطع 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 صغير صغير، ما نعملش زي الجماعه اللي عندي في المحل بتاع الفراخ، عندي بط واز وحاجات زي كده. فطبعا بقول لهم قطعوا لهم خضار يا جماعه، فالمفروض يقطعوه بنفس الحجم ده. قال لهم قطعين لي ترانشات زي اللي بيطبخوا. طب يا جماعه البطه او الوزه هتجيب بق منين عشان تاكل البتاع الكبير اللي انت مقطعه؟ اقول له يا ابني انا هقطع تقطيعه اكل ليهم. يقول لي لا، ما هو انت ما قلتليش يا عم طه، ما هو انت ما قلتليش ايه، هو انت بتقطعها لوحش البحر ولا مقطعها لبطه تاكلها؟ ما هو انا من غير ما اقول لك. فطبعا يعني اللي عنده عقل بيريح واللي بيفهم بيريح. فطبعا انا هوري لكم اللي المفروض اللي يتعمل اهو بالوضع ده، بالوضع اللي انتم شايفينه ده، ده اللي المفروض ان هو يتعمل، ده اللي المفروض ان احنا نعمله في وجبه العصافير. طبعا انا عامل كميه كبيره لان انا عندي كميه كبيره، فانتوا ما تربطوش نفسكم بالحجم بتاعي والكميه بتاعتي اللي انا حاططها، يعني حاطط كيلو بصل، كيلو خيار، نص كيلو بطاطس، خمس ترغيف عيش. انا عامل كميه تغطي المساحه عندي، وطبعا يطرق ليا زي ما يطرق ان انا اقلل البطاطس شويه لان ما لهمش تقل عليها، لكن بزود الخيار بيحبوه، البصل ممتاز عشان الذكوره، والولد. هتقول لي الولد ايه حكايه الولد والبصل؟ هقول لك البصل ده زي ما هو بيفيد البني ادمين زي ما هو بيفيد الطيور زي ما هو بيفيد الحيوانات، يعني حاجه معروفه ومغذيه جدا مليانه فيتامينات وبالذات للولد، خليهم يكبروا بسرعه. الخيار بيخليهم ما يعطشوش بسرعه، وفي نفس الوقت فيه فيتامينات مهمه للريش. البطاطس دي نشويات، دي معروفه عند كل الفصايل، النشويات دي الطاقه عشان يبقى فيها طاقه تتنطط وتلعب. والعيش طبعا دي قمح، ده قمح، ده حاجه يعني خطيره بالنسبه لهم، هم بيحبوها جدا وهي اساس التغذيه، يعني القمح او العيش، لان العيش هو رمز القمح. في ناس بتحط فينو وبتحط رده وبتحط حاجات كتيره يعني انا ماليش علاقه بيها، ويستغربوا ان انا بحط عيش بلدي. ليه ده عصفور ياكل عيش بلدي؟ اه يا عم ياكل عيش بلدي، انت ايه اللي مزعلك؟ هو العصفور اشتكى لك؟ وبرضه تابعوني يا جماعه في الكومنتات وقولوا لي ايه خلطاتكم، وانا اي خلطه جديده هعملها اصورها معاكم واوريها لكم ان شاء الله باذن الله. تابعوني واول ما اخلص هوريكم وانا باكل العصافير ان شاء الله والبربدانات. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.
طبعا ده دونجل تعالى دونجل هنشيل له الاكله ويعمل فطبعا لقيت ان انا لازم I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything حاجة جميلة جدا يوم I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And when I feel like
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm
crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I